فهنقسم الحاسوب حسب المكونات الأساسية. المكونات الأساسية أول قسم راح يكون عندي نسميه بالهاردوير أو الجزء الفيزيكس، نسميه جزء من أي أجهزة لأي جهاز ممكن أن يكون ملموس، نسميه بالجهاز الهاردوير، أوكي؟ أيضا القسم الآخر راح يكون عندي المكون السوفتوير أو نقصد بها المكونات البرمجية. المكونات البرمجية تعتبر الكون الأساسي للكمبيوتر سيستم، أي without using software أي من الهاردوير لا يمكن أن نستخدمه إذا ما استخدمنا السوفت وير، اوكي؟ بالنسبه للاجهزه المتصله بالحاسوب كلها تنظم عملها ضمن برامج معده مسبقا. ايضا تكون هالبرامج معده مسبقا وتنظمها وتقودها البرامج السوفت وير، اوكي؟ ايضا البرامج السوفت وير راح تنقسم الى عده اقسام. اول قسم راح تكون البرامج نظم التشغيل، نقصد بها كل الاوبريتنج سيستم، ايضا كل نظم التشغيل نقصد بها. احنا عندنا عدة أنظمة تشغيل إن شاء الله، راح أركز على النظام اللي هو أسهل ناخذ المختبر إن شاء الله، نظام الويندوز 7. راح يجي أنظمة تشغيل تبدأ من البداية، حسب البداية مثلا ويندوز، فصاعد بعدين يجي الويندوز والويندوز إكس، وبعدين ال 7 وال 8 وال 9 وال 10 لحد ما نصل إلى نظام أنظمة لينكس ودورة 14 وعدة أنواع من نظام التشغيل. فاحنا نركز على نظام ويندوز 7 يعتبر اساسي، اوكي؟ اثنين البرامج التطبيقيه نقصد بها الابلكيشن بروجرامز، فقط البرامج التطبيقيه نقصد بها انه كل البرامج الاساسيه اللي تسد لي حاجه معينه. فور اكزامبل البرامج التطبيقيه قلنا راح تنقسم حسب البرامج المعده، عندي برامج ستاندرد اللي نسميها هاي ستاندرد اللي تستخدم لاغراض عامه، يعني اي غرض ممكن استخدمها، اوكي؟ يعني مثلا غرض الكتابه الدقيقه او كتابه البحث استخدم برنامج معين او لعمليه حسابيه استخدم هذه البرنامج ايضا معد مسبقا ضمن الحاسوب ضمن مجموعه الابلكيشن بروجرام ايضا ممكن نستخدمها او للبرزنتيشن لتقديم محاضره او تقديم ندوه او تقديم شيء ملخص نستخدم ايضا برنامج مختص مسبقا، اوكي؟ النقطه رقم ثلاثه البرامج او لغات البرمجه اللانجوج اي نقصد انها تتعامل ويا حاسوب. هنا لازم اكو لغه بين وبين الجهاز اللي هو الحاسوب، واضح؟ يعني هسه احنا مثل ما احنا طرقناها سابقا انه اللغه اللي بيناتنا نتفاهم بيناتنا احنا البشر لغتنا العربيه، انت تفهمني شنو اتكلم واحد يفهم الاخر. بينما انا جاي اتعامل ويا الجهاز، لازم اكو لغه او لانجوج بيناتنا يفهمني، شكل الحاسوب اوامره طينه في الديار، واضح؟ وبالعكس. فلازم اكو عندي لغه اقدر اتفاهم بها، واضح؟ فهذا نقصد بها لغات البرمجة، هسه راح نجي لانواعها وامثله على لغات البرمجة، اوكي؟ نجي هسه لاول نوع البرامج التطبيقية. البرامج التطبيقية هي نقصد بها البرامج المعدة مسبقا، يعني مسبقا احنا مستخدمين هاي البرامج ومبرمجيها وجاهزة، طبعا مو اي مبرمج ممكن ان يبرمج هذه البرامج، لانه هاي البرامج تحتاج هاي ليفل لانجوج. مو لغة عادية حتى أي واحد يقدر يستخدمها، لأنه عدة فكشنات فيها حتى تؤدي أغراض متعددة، فيجب علينا أن نتعلم فقط المفروض من عندنا احنا نتعلم كيفية استخدام هذا البرنامج والتعامل مع هذا البرنامج لسد حاجة معينة من الحاجات، واضح؟ هاي البرامج أيضا راح نعطي أمثلة على من أشهر هذه البرامج هي مجموعة المايكروسوفت أوفيس، أوكي؟ فأول شيء ناخذ البرنامج معالج النصوص. طبعا احنا راح نحاول انه مجرد اوفر فيو عن المايكروسوفت وورد، بعدين نجي المايكروسوفت وورد نجي تفاصيله بالمختبر، كيفيه التعامل معه، كيفيه اضافه جداول ايميل ساوند انيثينج، اوكي؟ البرنامج الاخر البرنامج جداول الكترونيه، طبعا برنامج الاكسل يختلف عن برنامج الوورد، يعني له وظيفه خاصه لي. يعني برنامج الاكسل فقط العمليات الحسابيه استخدمه، يعني ما اقدر اكتب تقرير او اكتب بحث او اي شيء ببرنامج منو الوورد الاكسل. بينما هذا المميزات اللي قاعد موجوده وين؟ برنامج الوورد اقدر استخدمه. زين، هنا اقدر استخدم عمليات حسابيه ببرنامج الوورد. ما يعني صعبه العمليه تكون استخدام الوورد، بينما هو الاسهل يكون برامج وفكشنات جاهزه سواء سمويشن افريج اي شيء راح القاه موجوده ببرنامج الاكسل موفر لي كل هاي الاحتياجات. اوكي؟ الاخر البرنامج الاخر راح يكون هو برنامج العروض التقديميه او نصد فيه
الباوربوينت برزنتيشن، اوكي؟ هذا البرنامج مهم جدا بالنسبه لنا شباب، انه راح كيفيه عرض المحاضره عندك. هسه انا محاضرتي تشوفوها امامكم مقدمه بطريقه برنامج الباوربوينت. يصير استخدم برنامج الوورد حتى اعرض المحاضره؟ ما يصير، لانه الوورد يصير بس صعب عليه، يعني المتلقي راح تكون صعب عليه يشتبع الجاي تحكي انت، صعب عليه. لانه الوورد نقدر نقول تحتفظ بالمصدر الرئيسي عندك، مثلا عندك مصدر عن المحاضره عن تفاصيل كامله، اذا واحد يريد تفاصيل المحاضره مثلا، هاي المحاضره عندي انا مستلخصها منين؟ من مصدر. هذا المصدر اعرضها ملخصات او الهاند لاينز اعرضها لك فقط، حتى شنو الاستخدام اعطيك اياها، اوكي؟ اذا واحد مثلا يريد تفاصيل اخرى، تفاصيل يتعمق اكثر بالموضوع، ممكن ان يلتجي وين؟ للمصدر، المصدر اللي كان موجود في برنامج الوورد او حتى او اي صيغه اخرى، اوكي؟ فحسب كل برنامج له وظيفه خاصه. احنا يهمنا بالباوربوينت انه نعلم كيفيه تقديم محاضره نموذجيه ضمن السيلبس من موعد مسبقا، اوكي؟ فباستخدام برنامج الباوربوينت، اوكي؟ شلون هسه المحاضره مالته اعطيكم اياها انه مرتبه النقاط بالباوربوينت. نلاحظ انه الفيتشرز الخاصه بالبرنامج الباوربوينت تميز بعده مميزات، شنو هن؟ بدل ما انا استخدم السبوره اكتب اكسرسايز او مثال واحد، ايش راح يعطيني فيتشرز الباوربوينت؟ راح تكون انه النقاط موضحه، راح تثير انتباه الطالب. تثير انتباه الطالب ايضا، يعني شوف الالوان بالنسبه للكتابات او الفقرات، او اضيف ايمج معينه على توضيح بشكل معين ايضا باستخدام الباوربوينت، واضح؟ زين. البرنامج الاخر هو الاكسس. طبعا هذا البرنامج احنا راح نمر عليه فقط جزء نظري، لانه مو شغلنا يعني نتعمق ببرنامج الاكسس، انه فقط يخص كيفيه انشاء بروجكت معين حسب الحاجه، واضح؟ اي بروجكت ممكن اسويه استخدم برنامج الاكسس، اوكي؟ الصور، تعديل الصور، اضافه الباك جراوند للصوره، اضافه لون، صوره ايمج معينه مو واضحه، ريزوليوشن مال صوره معينه مو واضحه، ممكن ان تعدل على بطريقه برنامج فوتوشوب. ايضا الادي اخر برامج هي برامج الوسائط متعدده او نسميها بالمالتي ميديا، اللي قلنا عليها انه صوره وصوت، كيفيه جمع بين ميديا الصوت والساوند والميديا الاخرى اللي هي الايمج، بالتالي راح احصل على فيديو نسميها الميديا او الوسائط المتعدده اللي يجمع صوت صوره او ساوند، حتى الانيميشن جرافيكس كلها تعتبر ضمن الميديا، اوكي؟ هذا على الامثله كلها ضمن البرامج التطبيقيه، ضمن من؟ ضمن البرامج التطبيقيه. هذه البرامج قلنا عليها شنو؟ عرفنا هاي البرامج، عرفنا انه ايش فيها؟ برامج معده مسبقا تسد حاجه معينه. لو تشاهد هاي البرامج كلها لها يعني غرض عام، يعني كل برنامج له وظيفه تختلف عن برنامج اخر. كل برنامج له وظيفه خاصه بها، يعني برنامج الوورد يختص بكتابه تقارير بحوث، نجي الباوربوينت او الاكسل للحساب، الباوربوينت للتقديم البرزنتيشن، بعد يجي الاكسس البروجكت معين اسوي بروجكت خاص بي، الاخر فوتوشوب ايمج بروسيسنج، برامج وصلت لحد فيديو او كم صوت، اوكي؟ فكل برنامج له وظيفه خاصه به. نجي الى اخر القسم الثاني من الابلكيشن بروجرامز. الابلكيشن بروجرامز هنا البرامج ايضا هي ضمن الابلكيشن بروجرام، بس تعتبر مو برامج معده مسبقا، وليس برامج نقارنها مقارنه برنامج مجموعه الاوفيس او برامج اخرى، وانما برامج نسميها برامج بسيطه او صغيره تؤدي غرض معين او تصير حاجه عندك، واضح ولا لا؟ فسميناها مثلا هاي البرامج راح تؤدي مثلا غرض معين، خلينا نجي فور اكزامبل مثلا قلت لكم الكاشير، هذا برنامج الكاشير موجود في السوبر ماركت، ايضا برنامج يؤدي غرض ويعتبر ابلكيشن بروجرام ضمن السوفت وير، بس شنو العمليه اللي يؤديها؟ يؤدي عمليه حسابيه. هذا البرنامج ما اقدر اقارنه ويا مايكروسوفت اكسل، لان الاكسل راح يكون جنرال اكثر من عنده، يعني اقدر كل الدوام موجوده بالاكسل اقدر استخدمه. هذا البرنامج برنامج صغير مجرد سميشن او سبتراك او مالتي او غير شيء، اقدر استخدم شنو؟ استخدم الكاشير او الاخر، واضح؟ بينما الاكسل ما اقدر اقارن برنامج بسيط ويا الاكسل، لان هذا يعتبر عام ومتعدد الاستخدامات ضمن الحساب، اوكي؟ ايضا برامج اخرى اكزامبل برنامج حسابات البنوك او التلاعب الطيران الى اخره، كلها تعتبر برامج صغيره تؤدي غرض معين، واضح؟
هذا القسم الأول من السوفت وير اللي هي الابليكيشن أو نسميها البرامج التطبيقية. قلنا القسم اللي أقسمها قسم برامج ستاندر وعند البرامج الصغيرة. أعتقد إنه واضح شباب. أوكي. نجي إلى لغات البرمجة. هنا أنا راح لغات البرمجة. هنوضح شنو لغات البرمجة. هسه أنتم جالس تفهمون عليه شنو اللغة اللي أنا أتكلمها اللغة العربية. أنت جاي تفهم عليه صح ولا لا؟ شنو اللغة البيانات؟ شنو الوسيلة الواسطة البيانات حتى تفهم عليها ولا ما عليك؟ اللي هي شنو؟ لغة البرمجة. واضح ولا لا؟ أنت من تروح ممكن إلى سنة دولة معينة أو مكان معين أنت مجبور أن تتعلم اللغة اللي يتكلمون بها حتى تقدر تتواصل وياهم. واضح ولا لا؟ إذا ما تكلمت اللغة اللي يتكلموها فصعب عليك أن تتواصل وياهم. واضح ولا لا؟ فنفس الفكرة هنا، أنا ما جاي أتعامل ويا بشر أو إنسان، أنا جاي أتعامل ويا جهاز آلي اللي هو حاسوب. الحاسوب نتعامل ويا لازم أكو لغة بيناتنا، وسيلة بيناتنا يفهمني وأفهمني. واضح ولا لا؟ اللغة اللي يتكلمها الحاسوب هي لغة برمجة اللي هي 01، أوكي؟ راح أجي إن شاء الله أوضح لكم إياها في محاضرات أخرى. هنا اللغة نسميها لغة برمجة، واضح ولا لا؟ لغات البرمجة عندي عدة أمثال لغات البرمجة. طبعاً لغات البرمجة هنا لها عدة مستويات. يعني أكو عندي هاي ليفل، أكو ميديوم، أكو اللي هي بسيطة. هنا اللغات بسيطة جداً اللي هي لو ليفل. اللغة الأولى مقصود مثلاً حسب المستويات لغة الآلة أو لغة التجميع. اللغات العالية في المستوى نصل فيها هي البروجرامينج أو برمجة المواقع أو الآخر هي اللي هي مثلا الفيجوال بيسك أو الباسكال أو السي أو السي بلس بلس. أكو لغات برمجة أخرى تختص فقط لبرمجة المواقع. هذا المواقع اللي مثلا على الويب سايت معين، على الويب سايت أنت مجرد تدخل على أيقونة يقول لك انظر إلى هنا، انتقل إلى هنا، هذا الأيقونة تدخل عليه تدخل الصفحة موجود. هذا من أصل البرمجة المواقع. تدخل أسوأ سؤال المواقع خاص بهذا البيج ما تقدر من الحاسب ما له علاقه انت لما تفتح هنا تقول هنا او تقول هنا تعرف ايش تعرف؟ تحسب السكواد مالته لقاه انه برمجه للغه معينه سواء هو البي اتش بي او الاتش تي ام او هايبر تكست اي لغه معينه راح تستخدمها بحيث تترجم هذا الكلام الى 01 بحيث الحاسب تقوم تفهمه. انت ايش راح يكون عندك الجي او اي مالتك الظاهر لك انه الكلام واضح تقدر تقراه تفهمه. واضح ولا لا؟ فهذا اقصد بها لغات البرمجه، لان عندنا على لغات البرمجه، اوكي شباب؟ هذا القسم الثاني بالنسبه للمن بالنسبه للسوفت وير. نجي الى القسم الثالث نظم التشغيل. قبل لا اخذ موضوع نظم التشغيل اللي هو الاوبريتنج سيستم، هنا نظام التشغيل لازم نفهم شنو نظام التشغيل. نصب بالاوبريتنج سيستم. هنا الاوبريتنج سيستم اللي يعتبر الاساس للحاسوب. يعني هسه اذا انت الحاسوب ما فيه نظام تشغيل نهائيا، ما فيه كل شيء متوفر، الكيبورد متوفر، الديفايس موجوده، شغال الحاسوب بس نظام تشغيل ما فيه، تقدر تتعامل وياها؟ ما نقدر. اذا شنو شو يعتبر انت بالنسبه لنظام التشغيل؟ الوسيله احسنت، فيعتبر هو وسيله. شنو؟ وسيله بين اليوزر بين الحاسوب. واضح ولا لا؟ حتى اقدر اتعامل ويا حاسوب عن طريق نظام التشغيل. احنا عندنا راح نستخدم الواجهات الموجوده عندنا، واحده من الجوالات تستخدم الجي او اي اللي هي نصب بها حسب الايقونات، شلون شكل الايقونه موزعه من الدرج. طريقه الدوز هي تعتمد على التكست، احنا نشتغل فقط على الجي او اي لانه اللي يهمنا الجي او اي الجرافكس. فنظام التشغيل يعتبر هو وسيله بين المستخدم وبين الحاسوب حتى يقدر التعامل معه. فاذا تنقسم برامج نظام التشغيل الى قسمين. القسم الاول راح نسميه برامج نظم، والقسم الاخر برامج خدمات سيرفيسز. برامج النظم ايش نقصد بها؟ تحكم في جميع العمليات. برامج النظم يا شباب اللي تقصد بها البرامج الاساسيه للحاسوب، يعني يمكن انها هاي البرامج النظم اذا ما موجوده بالنظام نقدر نستخدمها، يصير لودنج او عرقله بالنظام نقدر نستخدمها، نجي نتوفرها. في مثل برنامج خدمي، البرنامج الخدمي حسب الحاجة أنا أجيبه أخليه بالحاسوب. يعني شنو اللي أحتاجه مثلا؟ الأبلكيشن عندي أجيب البرنامج هذا نصبته بالحاسوب. فور إكزامبل فور ترانسليتر تحتاج ترجمة أنت. راح تجيب هذا البرنامج وين تخليه بالحاسوب نصبته. هذا البرنامج اللي استخدمته شو يسموه هذا؟ برنامج خدمي. ما يعتبر من ضمن شنو؟ برامج النظم. واضح ولا لا؟ او اي برنامج يقترب ببالك للكتابه او للطباعه او للتواصل حتى او للتصفح، هاي كلها شيء يعتبر هي برامج خدميه وليس من ضمن البرامج
النظم الرئيسيه بالاوبريتنج سيستم. اوكي شباب، فهسه نسوي ملخص على انواع السوفت وير. انه قلنا السوفت مكونات الحاسوب، ايش راح يكون عندي؟ مكونات الحاسوب راح يتكون الى جزئين. احنا الجزء الهاردوير راح نعده هسه فقط نركز على السوفت وير، فنقول نوع الهاردوير. اوكي، الجزء المادي هنا الجزء هنا راح يكون عندي يا هو السوفت وير اللي هو البرمجه. زين، هنا قلنا دور السوفت وير البرمجه راح ينقسم الى كم قسم؟ ثلاث اقسام اللي هو راح نجمعها مو الا بالشرط حسب التسلسل، حتى نقول الابلكيشن نقول عنه مثلا البرنامج لغه الاوبريتنج سيستم او نسميه بالاو اس اوبريتنج سيستم، نظام التشغيل او نظم التشغيل. القسم الاخر شو راح يكون عندي؟ لغات البرمجيه. ايضا القسم اللي بعده الابلكيشن بروجرامز. زين، هنا نظم التشغيل ايضا راح ينقسم الى اقسام، انه قسم عند نظم التشغيل او اس ينقسم الى قسمين. ايش قلنا عن برامج النظم؟ ايش قلنا عن برامج النظم؟ اللي هي تتحكم في جميع العمليات الموجوده بالحاسوب. اوكي، البرامج الاخرى برامج الخدمات. احسنت، ايضا يعني برامج الخدمات مثلا مو البرنامج مال ترجمه، انت مثلا مشكله او فيروس بالحاسوب ابدا اتخلص من هذا المشكله الموجوده عندي لانه صار عرقله بالنظام او يسوي لودنج عندي بالاوبريتنج سيستم، فشلون اتخلص من هاي الحاله؟ عن طريق استخدم برنامج صيانه او برنامج لدعم الجهاز اللي عندي، واضح لو لا؟ فهاي تعتبر كلها ضمن البرامج الخدمات. اوكي، لغات البرمجه ايش قلنا بيها؟ ايضا راح اقسمها لثلاث اقسام، نسميها بالهاي ليفل. اوكي، لغه نقصد هنا هاي ليفل اللي هي شنو نقصد هاي ليفل؟ عالية المستوى. اوكي، اللي بعدها الميديوم متوسطه، والاخير اللو اللو ليفل. اوكي، فهذن اقسام لغات البرمجه. احنا برمجه المواقع وهاي كلها تعتمد ضمن الهاي ليفل، البرامج الصغيره البسيطه هي تكون ضمن اللو ليفل، اي برنامج خدمي او الى اخره اسوي برنامج خاص بي اسميه باللو ليفل. اوكي، البرامج التطبيقيه كم قسم نقسم برامج التطبيقيه؟ ايش قلنا عليهم؟ لا مو سته، البرامج التطبيقيه قسمين فقط. اوكي، البرامج المعده مسبقا سميناها البرامج واضح اللي هي مجموعة الاوفيس عاكم عليه. واضح ولا لا؟ مجموعة الاوفيس هي كل الامثلة الخاصة على البرنامج. البرامج الاخرى قلنا عليها شنو هنا؟ خاصة المعدة. نعم، اللي هي شنو هي؟ برامج صغيرة نسميها. احسن، برامج ذات وظيفة خاصة. احسن، هذا تسمية واضحة. هذا اللي اخذناه انه ضمن جزء السوفت وير. واحد ما واضح عنده؟ قسمنا الحاسوب الى قسمين، قسم سوفت وير وقسم شنو؟ هاردوير. قلنا السوفت وير البرمجه راح ينقسم الى كم قسم؟ قسم الاو اس ولغات البرمجه والابلكيشن بروجرام. رجعنا الى نظم التشغيل، قلنا لقينا فيها برامج النظم اللي هي تؤدي عمليات حسابيه الاخرى، برامج الخدمات سواء للصيانه او لبرنامج خدمي اخر. لغات البرمجه طبعا بالمحاضره ما قسم لك اياها، راح نقسمها انه تكون من هاي ليفل وميديوم وايضا اللو ليفل. اوكي، الابلكيشن بروجرامز برامج محدده مسبقا، هي تكون مجموعه الاوفيس كلها مجموعه، هاي برامج موجوده بالحاسوب، والاخرى البرامج ذات وظيفه خاصه مثل ما قلت لكم برنامج حجز التذاكر او برامج للكاشير. واضح شباب؟ اوكي، زين، نجي الفرق بين انظمه التشغيل. الفرق بين انظمه التشغيل شباب، هنا انظمه التشغيل راح تكون عندي من نظام الى نظام اخر. فاذا نجي مثلا نظام الدوس، الدوس مختصر الديسك اوبريتنج، هذا يعتبر النظام قديم جدا، يعني موجود لحد الان نستخدمه هذا الدوس. ليش؟ من الاسباب.
اكثر من يعني عدة انظمه موجوده هسه موجوده صح يا خطا ومتطوره وبها فيتشرز وفانكشناليتي احلى من الانظمه السابقه، بس انا لحد الان جاي استخدم هذا الدوزي القديم وخاصه في البنوك والمصارف. لماذا؟ يعني صعوبه احسن انه نقصد بهذا الدوز انه صعب الاختراق، الهاكينج مالته جدا صعب، يعني ما نقول احنا مستحيل، ماكو شيء اسمه مستحيل، وانما صعوبه اختراقه يختلف عن الانظمه الاخرى، واضح ولا لا؟ ليش؟ لانه التعامل هو شنو؟ عن طريق التكست، واضح ولا لا؟ فنقول الدوز انه ديسك اوبريتنج سيستم. الحين شنو قلنا اول نظام تشغيل شبيه مستقل للحاسبات الشخصيه؟ يا حاسبات اللي قلنا عليها البيرسونال كمبيوتر اللي البي سي هسه امامكم اللابتوب هذا يعتبر حاسوب شخصي، واضح ولا لا؟ وصنفناها ضمن من؟ ضمن حواسيب الاغراض عامه اللي سميناها الحواسيب الدقيقه، واضح ولا لا؟ فهذا يعتبر اول نظام. الميزه الاخرى والمهمه النقطه الثانيه اللي هي له واجهه كتابيه. شو نقصد بالواجهه الكتابيه؟ احسنت، هنا كتابه الاوامر. شنو كتابه الاوامر؟ هنا بالويندوز من اللي استخدمها؟ مجرد عن طريق المؤشر بوينتر عندي مال الماوس اشر في انقل مثلا الى كوبي بعدين الى بيست او الى كات او الى موف، صح لو خطا انا ما اتحكم فيها، بس هنا بالدوز يقول لك هاي العمليه ما موجوده عندك، ما يدعم الجي يو اي، مو واجهه رسوميه عنده هو الدوز، ما في واجهه رسوميه، اذا ايش فيه الى واجهه كتابيه، يعني مجرد اي عاز تريد لازم تكتبه. يعني شلون؟ مثلا اقول له انقل لي هذا الملف، ايش اقول له؟ شوف الكتابه لازم حتى انقل لي ملف او استنسخ ملف، ايش اقول له؟ اقول له كوبي، اوكي؟ كوبي لازم شنو؟ البارتيشن بيا مجال موجود بيا جزء موجود خازن الملف، خلينا نقول موجود مباشرة، نسمي مثلا بدي، اوكي؟ موقع اسمه اكس، اوكي؟ اسم الملف شنو؟ اكس، تو اما شو اسمه؟ هاي نسخته، اوكي؟ او شو تقول له؟ مثلا موف، تكتب اسم الملف اسمه مثلا اكس الى خلي الموقع الجديد. هذا يلا سوى عمليه بسيطه، كلها تعامل اوامر كتابيه وليس جي او اي، جي او اي نقصد بها انه اقدر اتعامل وياه بشكل ماوس، يعني استخدم الماوس، هذا ما عندي استخدام الماوس نهائيا، ما اقدر استخدمه ويا الماوس، فقط استخدامه اللي هو الكيبورد. هاي النقطه اللي نقصد بها اللي هو له واجهه كتابيه، يعني اي شيء في اي امر تجي نفسك لازم عن طريق الكتابه. واضح شو نقصد له واجهه كتابيه؟ يعني ما اقدر استخدم به الماوس، لازم كتابه، اوكي؟ ايضا احاد المهام سنجل تاسك. هنا نظام التشغيل تتقسم حسب التاسك، هنا عندي سنجل تاسك انا مهمه واحده اللي هي يؤدي يعني مهمه واحده، يعني اقدر والله اقدر اطبع فيه او تصفح فيه الا او تطبع كتابه، اقدر اصفح فيه انا اقدر اطبع فيه معين، مجرد الى وظيفه واحده سنجل تاسك مهمه واحده يؤديها، واضح ولا لا؟ اوكي؟ زين هذا بالنسبه لنظام الجولز، واضح؟ زين القسم الثاني الويندوز اللي هو اغلبنا نعرفه الويندوز احنا، اوكي؟ اللي جاي نستخدمه الان هو الويندوز. يستخدم الويندوز في كل المجالات. شو يقول الويندوز؟ واجهه بين المستخدم ونظام التشغيل. هنا انتبه عليه. هنا اكو واجهه. بالدوز ماكو واجهه، نتعامل ويا اي امر اريده عن طريق شنو؟ كتابات. كتابه هنا بالدوز الويندوز عفوا اقدر استخدم الماوس، يعني نقدر نستخدم الماوس حتى انقل اي ملف. راح تكون هنا سرعه لو ما في سرعه. صراحه ايضا وسهوله الاستخدام، مو سهوله الاستخدام، اي يوزر ممكن ان يستخدم الحاسوب اللي هو شنو ويندوز، لا ويندوز ما هو يتعامل وياه، الا يعني نشوف اليوزر يكون مختص بهذا المجال حتى يقدر يتعامل وياه، واضح ولا لا؟ زين، واجهه رسوميه، ايش نقصد به؟ الواجهه الرسوميه نقصد بها جي او اي، شايفين الايقونات الموجوده على النظام على السكتوب على صفحه المكتب؟ هاي الايقونات تسمى واجهه رسوميه. يعني موجود كل تطبيق الى رسم موجود بالواقع، تدخل عليه وتشوف شو التفاصيل الموجوده فيه. تعال نسميها الواجهه الرسوميه الجي او اي. متعدد المهام. هناك عندنا سنجل تاسك، هنا شنو مالتي تاسك. هنا متعدد المهام، شو نقصد بمتعدد المهام؟ يعني نشوف احنا الحاسوب اللي في ويندوز نقصد بالويندوز نقول ويندوز هنا ويندوز اكس بي 70 10 8 الى اخره، واضح؟ هذا اقصد بها المجموعه كلها. فهنا يكون متعدد المهام، هذا الحاسوب اللي يكون ويندوز
اقدر اطبع دي، اقدر اسوي برنتر، اقدر استخدم كل البرامج التطبيقيه اللي ذكرتها سابقا، انه ايش فيها نقدر نستخدمها ولا لا؟ الاوفيس مجموعه الاوفيس كلها نقدر نستخدمها، الاكسل، باوربوينت، هذا اقدر استخدمها واضح ولا لا؟ اذا صار شيء متعدد من هذا، اقدر استخدمها حتى اسوي ادخل على ويب سايت معين، اقدر اتواصل عن طريق بريد الكتروني، واضح ولا لا؟ فكل هذا صار عندي شنو هو هذا الحاسوب اللي هو نظام ويندوز يكون شبيه متعدد المعارض، واضح شباب؟ زين هسه راح نقسم النظم مقارنه بين نظام الدوز والويندوز. ايش نقول هسه شباب؟ نقول انه نظم التشغيل او اس راح ينقسم لقسمين. الاو اس في قسمين. اوكي؟ القسم الاول اللي هو الدوز والقسم الثاني الويندوز. اوكي؟ زين. هسه نجي نقارن. اللي فهمناه، نقول انه ايش فيه الدوز؟ ايش فيه؟ حنقول سنجل تاسك. هنا شو نقول عنه؟ نقول لا هذا ايش فيه مالتي. متعدد المهام، واضح ولا لا؟ هناك عرفنا شنو نقصد بالسنجل تاسك، انه ايش فيه؟ اقدر استخدم مهمة واحدة مثل ما قلت لكم، لأنه إذا ما نستخدم الماوس صعبة التعامل وياه، فمهمة واحدة هي دي، أوكي؟ اثنين عفوا هنا الواجهة الكتابية خلينا نسميها جي يو آي أحسن. فشو نسميها؟ جي يو آي. شو نقصد بالجي يو آي؟ جرافيكس يوزر انترفيس. جرافيكس أكتبها يوزر واضح ولا شباب؟ هذا مختصر له. يعني العفو هذا الدوز ما بيه. المفروض مو بالدوز نخليه، صح ولا لا؟ هنا انا بنقول ايش بيه؟ واضح ولا لا؟ هنا شو نقول عنه؟ جي يو اي اللي هي يوزر انترفيس. واضح؟ يعني اقصد هنا واجهه كتابيه، يعني ما اقدر استخدم الماوس نهائيا لي، فقط استخدامه انه هو كتابه، اوكي؟ زين بعد شنو عندنا بي؟ نعم؟ نعم. شو نقول عنه؟ خلينا نترك الموجود بالمحاضره، من عندنا شنو فهمناه احنا؟ نقول ها نقول الناس شنو صعب الافتراض، شو نقول سكيورتي؟ هاي اوكي هنا ايش فيه؟ شو نقول عنها؟ نقول دور سكيورتي احسن. واضح ولا لا؟ يعني هنا سكيورتي مالته تكون جدا عاليه الدوز، هنا ايش فيه؟ اوكي بعد اكو نقطه نقدر نضيفها. واضح هاي النقطة، اوكي زين هنا نقدر نقول سهولة الاستخدام، ايش بيه؟ هنا نقول سهولة الاستخدام، اوكي؟ يعني نقول اسهل الاستخدام. صعوبة استخدام. زين يا زين صعوبة. هنا ايش بيه؟ سهولة. يعني شنو سهولة؟ اي وزير ممكن يستخدمه، واضح لو لا؟ هسه واضح؟ هذان النقاط اللي نقدر نقول هو الفرق بين من بين الدوز والويندوز، اوكي شباب؟ زين. وما تعرفوا. زين. هسه راح نجي لتقسيم اخر عندنا شباب، انه نظم التشغيل الحاسبات الكبيره، يعني راح نحكي على نظم التشغيل الاوبريتنج سيستم كتفصيل زين. راح نقسمها حسب البرايورتي مالتها. يعني حسب الاولويه. اوكي فرقم واحد راح نقول عندي نظم تشغيل الحاسبات الكبيره اللي نسميها نظام يونكس او لينكس الى اخره اللي هي تكون رقم واحد. بعدها راح يجي عندي نظم تشغيل الحاسبات الشخصيه. عندنا نظم تشغيل الحاسبات الشخصيه اللي هي نسميها هاي الحواسيب. تذكرون كتبكم على الحواسيب الكبيره احنا
الحواسيب تبي اذكرهم المين كمبيوتر او الحاسوب الثاني السايبر كمبيوتر، هذني يقصدين حواسيب ايش فيهم؟ اكبر حجم الداتا، تكلفه عاليه، مقدار عاليه، كبير على شنو؟ معالجه البيانات، واضح ولا؟ هاي نقصد بها انه الحاسبات الكبيره، ايضا عندي نظام الاخر نظام تشغيل حاسبات الشخصيه، ايش نقصد بها؟ الماكنتوش، الابل، واضح ولا؟ وايضا لينكس ونظام الويندوز. يعني شو المعنى؟ يعني هذا الحاسوب اللي عندي الحاسوب الشخصي هذا الدقيق اقدر استخدم له هذه النظم الموجوده عندي اللي هن نظام ابل ونظام شنو؟ لينكس ونظام الويندوز، اقدر استخدمه بما بالحاسوب اللي عندي، واضح ولا؟ اوكي؟ رقم اثنين ايش رايك؟ رقم ثلاثه عفوا، نظم تشغيل حاسبات الكف والهواتف الشغاله، شو نقصد بها؟ احنا قلنا الحاسيب مو فقط عندي الحاسوب هو الشخصي هذا الدقيق. لا اي شيء ايش فيك ان اي جهاز اي الكترونيك اي ديفايس ايش فيك له قدره على ادخال ومعالجه وتخزين واخراج البيانات سميناه هذا حاسوب. يعني ما عندي فقط هذا الحاسوب نقول هذا حاسوب فقط، انا عندي لابتوب او ستوب هذا حاسوب. اي جهاز الكتروني كهربائي له قدره على ادخال وتخزين واخراج البيانات نقول عنه هذا شنو؟ واضح هسه؟ عندنا عندنا حواسيب اخرى مثل ما نظام الويندوز موبايل، يعني موبايل يعتبر شنو؟ يعتبر حاسب. اوكي؟ ايضا عندي نظام بعد نظام البوكيت بي سي الى اخره، هاي كلها نظام عندنا اندرويد واذا مسامحين بالموبايل، فاذا يكون النظام تشغيل خاصة بس حسب حواسيب شنو؟ محموله، حسب الغرفه الى اوكي؟ واضح شباب؟ فعندي نظام التشغيل قسمه جداول، البدايه اول شيء حواسيب كبيره، عندي حواسيب دقيقه والحواسيب الصغيره اللي تكون محموله بالكف، سميناها الحواسيب اللي تستخدم نظام تشغيل خاصه بها، يعني الموبايل اللي تستخدمه ايضا بنظام تشغيل. نفس الفكره بالضبط الحاسبه حتى في الموبايل ايضا نظام تشغيل اندرويد او المستخدم النظام وسيله التواصل بينك وبين الديفايس الموجود فيه. اوكي؟ زين. نجي الوظائف او نظام التشغيل، اوكي؟ الوظائف نظام التشغيل شباب. نجي الوظيفه، شنو وظيفه نظام التشغيل؟ احنا فهمنا نظام التشغيل صح ولا لا؟ بس خلينا نفهم الوظائف، اوكي؟ اول وظيفه راح تكون هي اداره وتنظيم عمل الذاكره. الاداره شو نقصد بها؟ الاداره نقصد بها راح تكون مانجمنت لكل الفانكشناليتي الموجوده بنظام التشغيل، واضح ولا لا؟ يعني هسه انا اقول للكلاس هم نفس الوقت تدريس ادرس واكو اداره. يعني هذا الطالب يدخل هذا الطالب مثلا بعيد يجاوب اسال سؤال يجاوب ولا اخره، هاي يسمونها اداره. فالاداره من مسؤول عنها بالحاسوب وهو تعتبر ضمن وظيفه نظام التشغيل الاداره للعمل وتنظيم عمل الذاكره. واضح ولا لا؟ طبعا تفاصيل اخرى ذاكره البرنامج ما راح اتناول محاضرتنا اليوم، لان عندنا محاضره خاصه تحكي فقط على انواع الذاكره وانواع التخزين وانواع الانتقال والاطباع المحاضره الخاصه به. احنا فقط اليوم هي محاضرتنا حسب الفقره اللي وصلناها هي وظائف نظام التشغيل، لازم نعرف شنو وظائف نظام التشغيل. اثنين اداره وتنظيم عمل المعالج، يعني المعالج نقصد به البروسيسنج اللي يؤدي عمليه المعالجه، واضح ولا لا؟ اللي يعتبر هو شنو؟ الكور بالحاسوب. يعني اذا ما موجود عندي البروسيسنج او السي بي يو المعالج ما اقدر استخدم شنو؟ الحاسوب، شو يعالج؟ مين يطلع لك النتيجه؟ يعني مثلا قلت لي حاسوب 1+1 اذا ماكو بروسيسنج عليه يقول 1+1 يساوي 2، هاي شلون من يسوي هاي العمليه؟ لازم بروسيسنج يسوي العمليه فور اكزامبل، اوكي؟ فهاي نقصد بها عمل ومعالجه، هنا تنظيم عمل المعالج نقصد به تنظيم؟ يعني هنا تنظيم الداتا. واضح ولا لا؟ شو نقصد بتنظيم الداتا؟ انه الداتا راح تجيني شلون ادخل الداتا للمعالج؟ لازم اكون شنو عندي؟ سكيدجولينج حق ادخال الداتا، يعني ترتيب، يعني مو اجي الون على الحاسبه مثلا بنفس الوقت استخدم الطابعه او الفلاش والتصفح او ما صارت راس عليها التنظيم. فنفس المثال نفس الفكره بالضبط العفو انه اكو تنظيم للمعالج. واضح ولا لا؟ يعني هسه لما يصير سؤال يصير اسالك اكثر من سؤال، استمر فيك بالساعه كامله، والله اسال فيك غير اعطيك مجال
السؤال الاول جاوبنا على السؤال الاول، بعدين انتقلنا للسؤال الثاني اسئله. واضح شو يسموها؟ تنظيم ترتيب. واضح ولا حتى انت تقدر تجاوب تفكر بالسؤال شنو الجواب مالته تعطيني الاجابه مالته. واضح شباب؟ فلازم اكو تنظيم عندي. زين. هنا التنظيم ايضا لازم يكون شبيه متعدد المهام، اوكي؟ ومتعدد المعالجات، يعني اكثر المعالج راح يجي بالنسبه للبروسيسنج. رقم ثلاثة شنو نا؟ متابعة مصادر التخزين. هذه نقطة مهمة جدا. يعني أنت عبر الملف نقول لك سر إياه على مثلا هذا البارتيشن سواء بي أو سي أو أي بارتيشن آخر وتخزنه هذا المكان، من المسؤول عنه بعدين يرابطه ويقول لك تخزن أنت هذا الموقع أو من كذا ريترايفل انفورميشن تريده بعدين في وقت آخر تحتاج هاي المعلومات أن تسترجعها، صح ولا غلط؟ أنت عندك محاضرة اللي تقرأها مثلا بعد فترة، لازم تكون أكو مراقبة أو شنو؟ تنظيم عند الملف المتابعة وين خزنته وين موجود، يعني هو ما خزن بالديار بعدين يروح الديار ما هو. واضح ولا؟ متابعة وين الخزن الملف الديار موجود، الوقت اللي خزنته فيه، الوقت حتى الوقت اللي عدلته فيه، واضح كل التفاصيل اللي تجلس الديار ضمن هاي النقطة انه متابعة مصادر التخزين والتحكم بالملفات ومواقعها. يعني انا اخزن ملف بالدي اروح حتى الحاسب واشغله وارجع الديار بالدي يصير هيك شيء؟ ما يصير، لازم يكون محفوظ وين ما خزنته يا موقع يبقى ثابت في هذا الموقع. واضح ولا لا؟ هذه الوظائف مين يؤديها؟ مين مسؤول عنها؟ نظام التخزين. هاي عمليات شوف وين جاي؟ مراقبة المصادر، مراقبة التخزين، هاي كلها يكون هو نظام التشغيل هو المسؤول عنها. واضح ولا لا؟ ايضا التحكم بأجهزة النظام المتصلة بالحاسوب. شو نقصد فيها؟ اللي هي نصب فيها الانبوت داتا. انبوت داتا. يعني انت تريد تدخل داتا للحاسوب. من هاي الفلاشه داخل اسوي حاسوب مثلا اخليه. او اجيب طابعه اسوي كونكتد ويا اللاين ويا الحاسوب. من المسؤول عن مراقبه الادخال؟ يجيك تنبيه، شايف الالام من يجيك؟ يجيك الالام عن طريق ويندوز. اكو تنبيه لك لانه اكو مصدر خارجي يتصل بالحاسوب. ينبهك لانك ترى راح تروح لهذا المكان تلقاه موجود. يعني فرضا لو هذا انت دخلت فلاش او دخلت اسمها سي دي او اي انبوت ديفايس، واضح ولا لا؟ وما طلع نهائيا تقدر بعد تحاول محاسبه حتى الانترنت تجينا عن طريق الواي فاي او عن طريق اللان معين تستخدمه، هاي الداتا راح تجيني من غير اكو مراقبه على الانبوت، يعني لو ما عندي انبوت ديفايس اقدر استخدمه؟ ما اقدر استخدمه، انا اعتمد على الداتا تجيني حتى اعالجها. فلازم عندي اكو قراءه علما للمصادر الخارجيه اللي تجيني. واضح؟ فهاي المصادر الخارجيه يجب ان يكون لها مراقبه من قبلنا من قبل نظام التشغيل. اي انبوت ديفايس يجي على الديفايس على اللابتوب او على اي حاسوب لازم يقول لك يعطيك اعلان بانه مقفول الجهاز وراح يقرا مو راح يقرا راح تاخذ المعلومات او تسوي كونجلس او تحاجه حسب الغرض اللي انت دخلت فيه داخل. اوكي؟ ايضا عندنا النقطه اللي بعدها توفير واجهه الحمل على الجهاز. زين انتبه علي. احنا ذكرنا هنا انه توفير واجهه عمل على الجهاز، شو نقصد واجهه عمل؟ شو نقصد هنا بواجهه عمل؟ الواجهه مال النظام. واجهه هذا النظام. واضح؟ شنو الواجهه لهذا النظام؟ اذا دوز اذا هي استخدم هذا النظام الدور شنو عنه؟ يوفر لي واجهه شنو؟ حتى اكتب شنو الامر اللي اريده؟ شلون اعطيكم اكزامبل قبل شوي؟ واضح ولا لا؟ اذا مثلا استخدم غير نظام الدوز انا الويندوز راح يصير سبورت للجي او اي اللي هي الواجهه الرسوميه. واضح ولا لا؟ فمختصر الجي او اي شباب نقصد به انه واجهه رسوميه. شوف الجرافيكس شنو نقصد الجرافيكس اللي هو صوري. اوكي؟ اليوزر المستخدم انت انترفيس الواجهه. فالواجهه بين حاسبه نسميها الواجهه الرسوميه. يعني الواجهه الرسوميه اقدر اتعامل بها، يجب ان يوفرها من يوفر اياها هاي الواجهه الرسوميه؟ يوفرها نظام التشغيل، اوكي؟ ايضا عندي تمكين البرامج من العمل. شلون يعني؟ هنا شباب انا اتعامل ويا الحاسوب العفو هنا التعامل ويا الحاسوب يختلف عن تعامل ويا ديفايس اخر. يعني هسه هذا السكرين امامكم الشاشه بنخلص من عمل انتهيت من عمل عدم مباشره اروح للسويتش اقدر سويتش اوف.
واضح ولا لا؟ ما راح ياثر عليه. بينما اجي للحاسوب اقول له سويتش اوف مباشره يصير؟ لا ما يصير، لانه هذا الحاسوب مو جهاز عادي، وانما ببرامج متعدده تحتاج الى تحميل. واضح ولا لا؟ يعني البرنامج مو مباشره انا اطفيه، اذا طفيته مباشره مره ممكن اعرض الحاسوب الا الى ضرر، ربما تفقد حتى نظام التشغيل. واضح ولا لا؟ فمهم جدا ان يكون نظام التشغيل ايش فيه؟ يمكن البرامج الموجوده من ضمنها التحميل حتى الجهاز مثلا للتشغيل. يعني هسه مثلا نجي الى برنامج مثلا الوورد، مثلا نجي برنامج الوورد. الوورد انت مجرد بس تنقر عليه راح يشتغل، صح ولا خطا؟ يمكن تاخذ لك ثواني او كل ما تكون ثانيه يشتغل، صح ولا لا؟ يعني انت من نقرت عليه يلا اشتغل هو سابقا يشتغل. شو تقولون شباب؟ محمد استاذ. احسنت. كل البرامج الموجوده بالحاسوب هي شغاله 24 ساعه. فهمت قصدي؟ كل البرامج الموجوده على الحاسوب هي شغاله 24 ساعه، بس انت من تنقر عليها راح تنقر عليها مجرد فورمينج. حتى تعالج دور تعامل وياه. يعني فور اكزامبل اذا البرنامج ما موجود فورا ما يشتغل اي برنامج ما يشتغل. الشغله من البدايه. تدري ايش قد يحتاج لك وقت؟ يعني يحتاج لك وقت مو طبيعي يلا شغل البرنامج هذا. فهذا مين يمكننا من البرامج تكون شغاله بحيث وقت ما يحتاج اي برنامج مجرد نقرا على البرنامج يشتغل. فهذا مسؤوليه نظام التشغيل. مسؤولية الاوبريتنج سيستم يخلي كل البرامج الموجودة بالحاسب المخزون فيه يكون هي شغالة كتبتوها الاعداد. انها شغالة 24 ساعة بذاكرة معينة، راح اجيب تفاصيل المحاضرات السابقة وين هاي البرامج تكون شغالة 24 ساعة وين القاعدة، اوكي؟ واضح شباب؟ فالنقطة الأخيرة انه تمكين البرامج جميع للتحميل أو للعمل أو للسويتش أوف، واضح ولا لا؟ زين. هذه الوظائف نظام التشغيل، هيدا بشكل سريع حتى نلخصها انه اول وظيفه يؤديها نظام التشغيل هو اداره مانجمنت انمنت وتنظيم عمل الذاكره. يعني راح يسوي اداره وتنظيم عمل الذاكره. الذاكره عندي الذاكره لازم يكون عليها تنفيذ العمل، واضح ولا لا؟ حتى ما اقولها يعني انت من يجي البرنامج الشغل مباشره يعني نفس تحت الشغل 10 برامج يصير نفس الفكره، نظام التشغيل يحسون ترتيب المد للعمل. يعني حاسبات للخصائص او المهام خاصه للخصائص او الخصائص فيها مميزه ممكن اشغل اكثر من برامج تحمل، اوكي؟ زين، بعد النقطه الثانيه قلنا اداره وتنظيم عمل المعالج. هاي النقطه راح تختص فقط بالبروسس المعالج، نظم عمل الدخل المعالج اللي هو يعتبر اساسي بالاوبريشن عنده ضمن الحاسوب. من بعدها عندي متابعه المصادر وتخزين الملفات. قلنا نكتبهم الملفات راح اخزنها او راح اقراها او راح انقلها لمكان معين، يجب ان تكون مراقبه عليه. شلون انت هسه بالواقع نجي واقع حياتك مثلا عندك ملف في الخزنه وين الخزنه؟ عندهم مكان محفوظ بحيث ما حد يقدر يتوصل له او يتعرض الى مشكله معينه حتى تحافظ عليه، واضح ولا لا؟ وهذا المكان راح الملف يقرا هذا المكان الى ما انت تجي تغير مكان، اوكي؟ فنفس الفكره بالضبط هنا نظام التشغيل يكون مسؤول عن الملفات اللي تخزنها. النقطة الأخرى اللي هي التحكم بأجهزة النظام، أجهزة النظام الاتصال بالحاسوب. أي شيء يتصل بالحاسوب يجب أن تكون له قراءة أو حتى إخراج، واضح ولا لا؟ يتابع الجهاز يكون أوبن له والجهاز يكون شنو؟ أوت، واضح شباب؟ أيضا الواجهة اللي يوفرها نظام التشغيل يجب أن يوفر لي واجهة ممكن أتوصل بها أو أتعامل بها الحاسوب. إذا ما وفر لها هذا الواجهة شلون أقدر أتعامل وياها؟ ما أعرف شيء وين هو وين يجي ما أعرف نهائياً. لازم يوفر لي هذا النظام حسب النظام اللي استخدمه راح يوفر لي الواجهه. اذا استخدم واجهه مثلا استخدم الاوبريتنج سيستم مالت الدوس لازم شنو الواجهه اللي استخدمها؟ يوفر لي واجهه تابيه. واذا استخدم نظام ويندوز او كل تفاصيل ويندوز في راح يوفر لي واجهه رسوميه اللي سميناها هنا سميناها الجي يو اي. سنة واحد قال لك هذا النظام مالت الجي يو اي او دوز، تعرف الفرق شنو يصير بالدوز او شنو يصير بالجي يو اي، واضح؟ ان شاء الله في المحتوى راح نطبق اجيب لك نظام دوز عندي، اوكي؟ ونظام الويندوز ونشوف شنو الفرق بين الدوز والويندوز. هنا محاضرة فقط راح نتكلم عن اوفر فيو النظام، نفهم شنو وظائف النظام، مكونات النظام، شنو عمله، من
خلص هذا الاجزاء نقدر نروح للنقطه ونكون جاهزين. اوكي؟ ايضا الاخير هو تمكين البرامج من التحميل. قلت لكم البرنامج لازم ينقع على اي برنامج يعطيه ابلكيشن او يعاز له، لانه لازم يشتغل هذا البرنامج، يعني يكون يشتغل يعرض اياه مسبقا مشتغل اوريدي موجود البرنامج وشغال، بس شنو يحتاج حتى للقراءة نعرض الواجهه. اوكي؟ مزايا نظام التشغيل. هناك تشغيل عن بنيت واجبات، شلون وظيفه يديها. هناك نصب فيها وقت شنو نادي نوضاح، هناك شنو اسميها؟ يعني شنو يقصد بالمزايا؟ مصطلح مزايا او مميزات. يعني هذا شنو المتميز فيه؟ واضح ولا لا؟ اكو وظائف انت لازم تأديها. انا اجي الكليه وظيفتي انا اجي عندها حسب الجدول حق المرحله الاولى اروح اثنين ادرسهم، هاي واجبي. اعطيهم المحاضره حسب عندي نفس الوقت. اوكي؟ هذا وظيفه عندي وظيفتي انا اديها. اوكي؟ اكو مميزات اخرى. مميزات اخرى عند وظيفه. نقول مزايا نظم التشغيل، شنو المميزات؟ راح يكون سهوله الاستخدام. يوزر فريندلي، يعني شنو تقصد باليوزر فريندلي؟ يعني شنو؟ شلون يقول لك انما صديق، شلون صورت شلون صديق راح يكون لك البرنامج؟ شلون الصديق بالضبط يعني؟ انه سهله الاستخدام، تعرف شنو تفاصيل، تعرف معلومات عنه، واضح ولا لا؟ اي يوزر ممكن ان يستخدمه، اذا سهل الاستخدام، واضح؟ الاخرى يا هو سهل الاستخدام اللي هو هذا سهوله الاستخدام، يكون اسهل من الدوز. اوكي شباب؟ ايضا شو يكون عندك القدره على القيام باكثر من عمليه في وقت نفسه. اللي سميناه شنو يعني؟ مالتي تاسك، اللي هي هاي النقطة شوفوها. مالتي تاسك يعني شنو معناها؟ يعني أكثر من عملية راح أخليها أديها. يعني شنو معناها؟ يعني هنا الدوز مو تكتب إعاز. مو راح تكتب إعاز. هذا الإعاز اللي تكتبه تقدر تفتح صفحة ثانية تشوف. ما تقدر تكتب نفس الصفحة لازم. بينما راح الويندوز شو يسوي؟ اللي سميناه مالتي تاسك، ليش؟ لانه بنفس الوقت اقدر افتح اكثر من صفحه كل شغال. هذا صحيح ولا لا؟ فهذا نقصد فيه انه مالتي تاسك، يعني اكثر من صفحه اقدر استخدمها. زين، سهوله الانتقال من برنامج لاخر بسرعه. سهوله الانتقال من برنامج لاخر، يعني انت مشغل برنامج الاكسل تروح على مثلا على الويب سايت على الانترنت او برامج تواصل معين. يبقى البرنامج الاكسل هاي شغال. تروح برنامج اخر بيبقى ثاني شغال، هاي تعتبر مزايا ومو مزايا. اوكي؟ ايضا سهوله نقل المعلومات وتبادلها بين البرامج او الملفات المختلفه. يعني اقدر انقل الملفات من والى، يعني اقدر انقلها مثلا من السي او الدي ال تي والدي او الدي ال اي او انقلها اوت سايد او انا خارج النظام اللي عندي انقلها عن طريق سهوله تخزين عن طريق مثلا اكسترا ستورج معين احتاجه ما كيف عندي الحاسبه تخزن اجيب مثلا اكسترنال ديفايس. اوكي؟ اقدر اخزن بيه شنو؟ الداتا اللي عندي واضح ولا فاذا صار اقدر انقل البيانات اقدر اخزنها كل التفاصيل اقدر احملها ضمن الاوبريتنج سيستم. ان يعمل اكثر من شخص على الحاسوب في الوقت نفسه وقت يوصل. هاي نقطة نضيفها هم إذا نضيفها لنا نقدر أو ما نقدر. هنا سنجل يوزر هنا شنو؟ مالتي يوزر يعني بنظم التشغيل عشان نظم التشغيل أقدر أستخدم أكثر من يوزر يستخدم. مش كذا بس بتلاحظ شنو أكثر من يوزر؟ إذا هي واجهة واحدة مفتوحة وأنت تكتب ماكو نقطة يوزر واحد. أوكي؟ زين. النقطة الأخرى عدد ونوعية البرامج، عدد ونوعية البرامج التي يتم تشغيلها من خلال بيئة بلاتفورم. اوكي؟ بلاتفورم بلاتفورم هنا شو نقصد بيها هاي؟ هنا حسب الانفايرمنت اللي انت بيها. الانفايرمنت نقصد البيئة اللي تحت بيها، شنو البرامج اللي انت تحتاج تستخدمها في هذا؟ حسب الحاجة شنو البرامج اللي انت تستخدمها؟ فكل شيء ذكره ضمن الاوبريتنج سيستم اللي هو يعتبر مزايا ضمن البرنامج، يعني تميز بها عن برنامج او انظمه اخرى. اوكي؟ فهي كل المزايا اللي يوفر لنا نظام التشغيل او نسميه الاوبريتنج سيستم.
طبعا يفرق من المزايا، مزايا نظام اللي عنده مزايا مثلا بالنسبه للويندوز تختلف عن مزايا اللي في حزب الدوز. يعني مزايا اكو جزء هنا ميزه انه سكيورتي عالي، هنا ميزه لا موجوده، هنا ميزه انه سهل، هنا ميزه لا صعب الاستخدام. فاكو نقاط ايجابيه ضمن كل نظام واكو نقاط سلبيه ضمن كل نظام. فاي شيء موجود، اي شيء عندي، اي برنامج، اي نظام، اكو نقاط ايجابيه واكو نقاط سلبيه بحسب النظام التشغيلي. اوكي؟ واضح يا شباب؟ هذا يكون نوصل به؟ نعم. شلون نسوي التحليل؟ شلون نعرف المستخدم أو اليوزر نفس الوقت لو أوقات؟ هنا أنا أكتب عليه، يعني أقصد بيها إنه ممكن اليوزر يعني نقدر نستخدم حاسوب في وقت معين، أنا أستخدمه هسه، مش بعد واحد يواجه نظام خاص بي. زين إذا بهاي الحالة سويتش يوزر سامحين بها؟ أكو واجهة خاصة بي أقدر أستخدمها. أكثر من يوزر أقدر ما أقدر، كل واحد حاسبه وحده، بس كل يوزر إذا مثلا نظامه كأنه مفصول واحد. بس هو الستوري والديفايس والنقطة كلها واحد بس اليوزر مختلف. اوكي؟ هسه نشوف ان شاء الله نقدر نسوي اكثر من يوزر للحاسب. هذا ما يعني انها تصير ما موجوده بالدرس معي. واضح ولا ما عندي لاسك يوزر؟ لا هو يوزر يستخدم. وصلت الفكره؟ نعم. اكو سؤال بعد شباب؟ هنا شباب بالنسبه لل راح اتوقف عن هاي النقطة ان شاء الله، لانه تحتاج ان المقترح اللي تكلمنا عنه طبقا الفرق بين الواجهه اللي هي تكون الدوز والواجهه اللي تكون شنو؟ السمي حتى الفرق بينهم وتعرف على الفرق تفاصيلها. اوكي؟ شكرا جزيلا.